قضية المرحوم الصوفي بن الشيب. وأود في البداية قبل كل شيء أن أترحم على روح هذا الفقيد، نرجو له إن شاء الله لأسرته كاملة، ونلتزم الفرصة من أجل أن نعزهم تعزية باسمي شخصيا وباسمي الحكومة بصفة عامة. نختار في البداية فيما يخص هذه الجريمة الأليمة، وأكد على حرص فخامة رئيس الجمهورية، كل الحرص على معالجة هذا الملف، أن تكون معالجة بكل شفافية وطبقا للمسطرات الإجراءات القانونية المعمول بها. وهذا حرص عليه في وقت عند منين استنتات هذه القضية. نختار من نلزم الحكومة بمتابعة هذا التحقيق والحرص على بلوغ هذه الأهداف بكل شفافية وبكل مهنية تحت قطاع العدالة. وستطبق العدالة إن شاء الله بكل صرامة، ولن يكون هنالك أحد فوق القانون مهما كان. نختار ملي ننتهز هذه الفرصة لنقول عن التصرفات اللي خلقت في حق المرحوم أنها تتنافى تماما مع قيمنا وأخلاقنا ومعتقداتنا ومعتقدات ملي مؤسستنا الجمهورية اللي هي الشرطة الوطنية، اللي تسهر ليلا ونهار على حماية مواطنينا وممتلكاته. نختار نأكد عن هاي التصرفات الطائشة واللي غير مسؤولة، انها ما مضالت تقيم الناس على وقبيض الشرطة بصفة عامة كتذنبها بهذه المعاناة اللي الشرطة من نفسها تستنكرها ودينها كل الإدانة، وانهم اللي التصرفات كانت خالقه موريتان. هاي التصرفات كانت خالقه موريتان في العهود كامل الفايتة حق طرشي اليوم، لأن طرا عهد إنصاف وعهد عدالة، وهذا ما هو مقبول فيه والدور إن شاء الله حسب بيك التوجيهات والتعليمات اللي أعطى فخامة رئيس الجمهورية تتحقق العدالة بكل شفافية، ويجبر كل حق ذي حق إن شاء الله.